الآن عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الهيكلي للجهاز الإداري للدولة. هذا واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الاجتماع نتائج جهود تنفيذ التكليفات الخاصة بدمج الهياكل التي تؤدي وظائف ومهام متشابهة داخل الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، مشيرا إلى دمج مصلحتي صك العملة والخزانة العامة في هيئة واحدة تحت مسمى صك العملة، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية دمج صندوقي التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي تحت مسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. نفذت عدد من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي 1298 كابينة تعقيم للجان الثانوية العامة ووجود فرق فنية لمعالجة أي عطل فوراً، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لاستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع أجهزة ومعدات تساعد في الحد من انتشار الفيروس، حيث تم تصنيع وتركيب الكبائن خلال 15 يوماً، وذلك حرصاً من الوزارة على تسليم هذه الكبائن للجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافي حتى يتم تجربتها والتأكد من سلامتها قبل استخدامها. وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع هذه الكبائن على 11 محافظة. قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتواصل مع العمالة المصرية العائدة من ليبيا والاجتماع معهم بمحافظة بني سويف لبحث تمويل مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص العمل. وأوضح الجهاز في بيان له أنه تم عرض الخدمات التي يقدمها الجهاز في دعم وتمويل المشروعات من خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية الممولة من الجهاز، ونتيجة الاجتماع وبناء على رغباتهم تبين رغبة 23 شابا في إقامة مشروعات صغيرة في عدة مجالات، منها المقاولات وتسمين العجول وإنتاج المواد الغذائية ومشروعات في وسائل النقل، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم أبدوا عدم رغبة في إقامة مشروعات وطلبوا فرص تشغيل مناسبة لمؤهلاتهم. وبالفعل قام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق لمساعداتهم في استلام وظائف مناسبة لهم. أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن إدانتها الشديدة لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدينتي نجران وجيزان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بإطلاقها عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية والتي تم اعتراضها وإسقاطها جميعاً من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. وأكد البيان على تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها. قتل وأصيب 9 من عناصر حركة طالبان إثر وقوع اشتباكات منفصلة بينها وبين القوات الأفغانية في مقاطعة كابيسة شمال شرقي البلاد. وذكر بيان نقلته وكالة أفغانية أن مقاتلي طالبان اشتبكوا مع قوات الأمن في 7 مناطق بمنطقة شاليتو في إقليم تاجاب خلال 24 ساعة الماضية. وأضاف البيان أن مسلحي طالبان هاجموا قوات الأمن خلال عمليات التطهير التي تشنها ردا على الهجمات المتكررة التي يقوم بها المسلحون.